معتصم بالله، بداية نود أن نعرف منك عن طبيعة الاشتباكات التي تدور في أزرع بدرعا. نعم أستاذة، بداية لو سمحت لي بالتنويه للوضع الطبي الخطير والمدهور في محافظة درعا في ظل القصف المستمر دون توقف على معظم أرجاء محافظة درعا. فالمشافي الميدانية لم تعد تستطيع استيعاب أكثر من 4 جرحى في ظل النقص الحاد في المعدات والكوادر الطبية، فالأطباء غادروا المحافظة بسبب عمليات الاغتيال التي يطبقها النظام بحقهم. وبالعودة إلى الاشتباكات التي اندلعت قبل قليل بين أطار الجيش الحر وقوات الأسد ما بين مدينة أزرع واللجا، بعد هجوم أطار الجيش الحر على حاجز البقعة المتواجد بين مدينة أزرع واللجا شرقي مدينة بصر الحرير، حيث تمكن الحر من اغتنام 4 دبابات نوع T55 معدلة وقتل جميع من كان على هذا الحاجز من قوات الأسد وأسر عدد آخر منهم. وبدء القصف الآن العنيف والهمجي من قبل قوات الأسد على مدينة بصر الحرير. أحب أن أقف عند مدينة بصر الحرير حيث بات الوضع يزداد سوءا بسبب القصف العنيف المدفعي والصاروخي الذي لم يتوقف منذ 35 يوما، حيث تم تدمير أكثر من 90% من بيوت المدينة. وبعد دخول قوات النظام الحارات الأولى من المدينة قامت بزرع ألغام لارتكاب مجازر بحق أبطال الجيش الحر، ومن بعد انسحاب قوات ومن بعدها قامت قوات النظام بالانسحاب من المدينة، حيث جاء انسحاب قوات الأسد من مدينة بصر الحرير ليس بعد تحرير المدينة ولكن بعد محاولات يائسة لقوات الأسد باقتحام المدينة وبعد خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. تيقن لقوات الأسد بصعوبة اقتحام المدينة وبسبب ما تشهده درع البلد والمحطة واليدودة من اشتباكات عنيفة وتحرير الحواجز، اضطرت قوات الأسد للعودة إلى المدينة للسيطرة على الأحياء التي سيطر عليها الجيش الحر، وذلك لأهمية المدينة بالنسبة لقوات الأسد. أيضا اليوم ومنذ ساعات الفجر الأولى تجدد القصف المدفعي العنيف على مدينة الشيخ مسكين، وقبل دقائق من هذه اللحظة تجدد القصف أيضا على أحياء درع البلد من الكتيبة 285 المجاور ملعب البانوراما. في سياق متصل قام أبطال لواء اليرموك بالاشتراك مع اللواء محمد بن عبد الله وكتيبة درع الحوران، وبعد الرصد والمتابعة للرتل الأمني منسحب من مدينة بصر الحرير باتجاه درعا، حيث تم ضرب الرتل وتكبيده خسائر فادحة في العتاد والأرواح على الطريق الدولي بالقرب من بلدة خربت غزالة. وفي مدينة نوى أعلن الجيش الحر عن الهجوم على حاجز الجسر في الحي الشرقي من المدينة، حيث شهدت أحياء وشوارع المدينة انتشار أمني غير مسبوق مترافق مع إطلاق نار كثيف في الهواء. كما قامت القوات المنسحبة من مدينة بصر الحرير باستهداف سيارة تقل موظفين من شركة الكهرباء في مدينة الشيخ مسكين، سقط العديد منهم بين جريح وقتيل. من جهة ثانية قصفت عصابات الأسد بالمدفعية الثقيلة والهاون أحياء درع البلد والنعيمة والغارية الشرقية والمسيفرة وبصر الحرير والكتيبة وخربة غزالة، وشهدت الحارة وأحياء درع المحطة وحي الكاشف وبالقرب من المشفى الوطني والكراج الغربي انتشار أمني كثيف وإطلاق نار عشوائي، وشهدت مدينة داعل قصفا ل5 مرات بالمدفعية الثقيلة والصواريخ وصف بالأعنف والأشد أسفر عن دمار كبير في المدينة وسقوط العديد من الجرحى. وشهدت نعم المعتصم بالله، وضحت الصورة، نكتفي بهذا القدر. نود أن نشكرك، كان معنا من درعا مراسل شبكة شام المعتصم بالله، شكرا لك. في ظل استمرار الحرب في سوريا يزداد عدد اللاجئين السوريين